هاد الفيديو عاجل اخوتي العزاز، هاد الفيديو عاجل عاجل، هاد الفيديو كنتمنى يتبارطاجا يبارطاجا واللايكات ديالكم باش الفيديو يطلع ويشوفوه الناس، ويشوفوه الناس اللي واعيين وفاهمين باش يعرفوا الخطة الجهنمية اللي كتخطط ليها، والخطة الجهنمية اللي كتوري لهاد البنية اللي كلكم كتشوفوا، كلكم اخوتي نتوما المغاربة كلشي كيشوف وكلشي كيحلل وكلشي كيعرف الخطة اللي كتوجد والخطة اللي كدير. صافي تسالى لها كلشي، تسالى لها كلشي، بقات لهاديك البنية الا بقات معاها غادي تردها مضامن الموس، غادي ترد البنية تسعة، تردها دير كلشي داكشي اللي تديرو هي ديروها نتوما. شفتو كيفاش كتقريها، كيفاش كتقول البنية، كيفاش عباد الله، هادي تا شي واحد ما يديرها خوتي العزيز، تا شي واحد ما يديرها خوتي العزاز. مساء النور، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي ودائما تنقول لكم سمحوا لي على الدخله ديالي اللي كندخلكم بها. تبارك الله عليكم، ونتمنى تكونوا في احوال جيده وفي احسن الحال يا ربي. جميع المغاربه فين ما كانوا وجميع المسلمين، الجزائر، تونس، العراق، الجزائر، في احياء بقاع العالم بدون استثناء، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. تنقول الناس اللي تابونا وعندي جداد تنقول لكم شكرا ومرحبا بكم، والتحيه لكم كبيره. الناس القدام كذلك، الدار داركم، ما نحتاجش نوريكم مرحبا و100 الف مرحبا. خوتي العزاز، نتمنى هاد لا فيديو يتبارطاجا يتبارطاجا، وديروا لايك اخوتي، لايك هو اللي كيطلع الفيديو، لايك الدور ديال لايك باش الفيديو تيطلع، تعاليق ديالكم تيحميوا اخوتي الفيديو من السينيال. وشكرا لكم، شكرا لكم، التحيه لكم الناس اللي كيفهموا والناس اللي تيحلوا، الناس اخوتي اللي كيحلوا، تحيه الناس اللي كيحلوا حتى هما وكيعرفوا شنو واقع. وندوز معكم اخوتي وتفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، كنحب نموت عليكم، كنحماق عليكم من القلب اخوتي، ويلاه معايا اخوتي العزاز. البدويه صافي تسالت لها الجلسه، الجلسة اتسالت لها، كذبات ما خرجتهاش الكذبة، تفرشت، عرفت راسها بأن داكشي كله اللي كانوا قالوا الخروج وداكشي كله كذوب في كذوب. البارحة نتوما شفتوا الفيلم اللي دارت هي وولدها، هي وولدها، شنو الفيلم اللي دارو، ما شحات لهم حتى شي خطة من هذاك الخطط ديالهم. ولكن اخوتي العزاز، انا ديك البنية تتعز عليا، ديك البنية، ديك البنيه ديال بنتها تتعز عليا، تتقطع لي في قلبي، بحال راني تنحسبتها بحال بحال بنتي يا خوتي العزاز. وانتوما كذلك المغاربه، هذيك بنيه تتبقى غير صبيه. شوفوا اخوتي الخطه الجهنميه اللي كتوريها، شوفوا الخطه اللي كتوريها، شوفوا شنو كتقول ليها، كتقول ليها وكتوصي البنيه، وكيفاش شاده البنيه، لان المشاهده بح. ودائما تنقول لكم المتتبعين ديال بنتها عاقوا بها وعرفوها، عرفوها، ما غاديش باش من انا تنتنير اخوتي، باش ما نبقاش نقول شي هضره اللي غادي هذا ما يمكنليش نقول شي هضره اللي نتوما راكم عارفين، فهموا شنو بغيت نقصد، فهموا البنت شنو تدير بها، فهموا البنت الخدمه اللي تخدم بها، فهموا البنت كيفاش كتحطها في اللايف وتقول لها قولي ديري فعلي، بعدي من ديك البنيه، بعدي من ديك البنيه. علاش ديك البنيه حيدتيها للاب ديالها وحيدتيها لخالتها؟ خوتي نايضه في الخاص، هاد الهضره اللي تنقول لكم موثوق منها، نايضه في الخاص على ديك البنيه، نايضه في الخاص على ديك البنيه، ديك البنيه فكها لخالتها، فكها لباها باش الناس يتعاطفوا معها، الناس المتتبعين ديال بنتها تيعايروها في التعاليق وعاقوا بها وعرفوها شنو الخطه ديالها، عاقوا بها، شاده البنيه صح على بواها، صح على بواها، ما كتخليش الا مشات، الا بغى يديها عند عائلته في العربيه تتمشي رجلو برجلها، ما تتخليهمش حتى ما تتخليهاش دقيقه عندهم، دقيقه عندهم تتولي ترجع البنيه وتقول لكم شوفوا الكذوب. شوفوا كيفاش قالت لكم انا كل نهار تندوش لها، كل نهار ما كانت تدوش لها من السيمانه السيمانه، انا كل نهار، وانتي كوني كتحشمي، وكوني كتحشمي راك كذوبك، وخا تعييت كذبي تنعيقو بك تنعرفوك، تدوشي لمحيت نتي كتقولي غتوسخ لك الفراش، كتقولي غتوسخ لك الفراش، هذاك الشيء علاش نتي كل نهار كتفزكي ديك البنيه وتبرديها وتدوشي لها، واش ماشي
واش ماشي حرام عليك؟ واش ماشي عيب عليك؟ عطي البنيه لباها وبعدي من البنيه، بعدي من ديك البنت. علاش تقولي لها شي حوايج؟ علاش تفكري تقولي لها الام ديالك انت بالعاني خصك تخدمي، بالعاني خصك تدخلي تسعاي بيها، بالعاني خصك تصبر شاطي يعطيوها لك على وديتها، تتنوضي تنوحي وتنوضي تبكي وتنوضي تحرنطي ملي انت بقات فيك هاد البنت، وعازز عليك ومقطعاك ومفشلاك وما مخلياش فيك. علاش ما مشيتيش رغبتي اختك على بنتك وكان عليها كره خرجات تحاول هادي ملي انت هاد البنيه مقطعاك وكتعز عليك وكتبكي عليها؟ ودخلنا عليك بالله واش ما تتحشميش، دخلنا عليك بالله واش ما تتحشميش. كنعيا ونقولوا ما ننتقدوكش ما نهضروش عليك، ولكن تديري الافعال فعايلك ديال الشيطان، فعايلك تعداو الشيطان، الشيطان ما طيحش عليه الفعايل اللي تديري. دخلنا عليك بالله اللي تتشدي ديك البنيه محيداها لبواها، حيدتيها لخالتها وراكم منوضنا على البنيه، على البنيه منوضنا على البنيه. انت جايبه البنت باش الناس تولي تتعاطف معاك ويوليو يدخلوا عندك ويوليو يصيفطوك، لان المتتبعين ديال بنتك هما اللي كيصيفطوا الصبير شاط، كيتعاطفوا مع البنيه. انت شاده ديك البنت وباركه تسعاي بيها وباركه تنوحي، دخلنا عليك بالله واش ما حشمتيش البنت الصغيره ديري لها بحال هكاك؟ ورخص الجمعيات يتقعدوا ليك، رخص راجل بنتها انسيبها، وسير شد بنتك، سير شد بنتك، بنتك راه غتمرضها لك، بنتك غتعقدها لك، تتقول لها شي حوايج ما خصهمش يتقالوا البنيه صغيره ما تتعرفش، فعوض ما انت تشدي البنت وتقولي لها شي حاجه اللي ما تقولي لهاش على امك، راه في انت جالسه كتصوبي على البنت وكتخرجي منها، بغيتيها تقول لك ماما راه في الحبس، كتحاولي باش تقول لك البنيه ماما راه مشدو، انت تتقولي لها الهضره وتتعاوديها، تتقولي لها الهضره وتتعاوديها. ما حشمتيش، ما راعيتيش انت ديك البنيه بقات فيك، انت تتبكي على ديك البنيه، وملي انت تتبكي على ديك البنيه وعزت عليك، علاش كنتي كتقولي لهم ولاو يتحكموا بعشرين عام؟ عشرين عام يتحكموا ما نرغبش عليهم، عشرين عام يتحكموا ما نرغبش عليهم. ايوا انا اللي كنعرف انت بقات فيك البنيه، حنا ما نقولوش بقات فيك بنتك، بنتك راه ما بقاتش فيك، نقولوا غير انت هاد البنت شادها بقات فيك وكتبكي عليها وكتطيحي الدموع عليها. ايوا كون درتي على وجه ديك البنيه ومشيتي رغبتي اختك، هذيك راه اختك، باش تعطيكم التنازل وبنتك تخرج لبنتها. انت حاطه البنيه دايرها في حجرك وتتقولي لها ماماك، فين مشات ماماك؟ فين هي ماماك؟ فين هي ماماك؟ البنت ما تعرفش تفرز الهضره، ماشي عيب عليك، ماشي حشومه عليك، انت البنت بقات فيك. وانوض يا نسيبها شد بنتك، واش واكل؟ واش غيقولني بغيت نعرف اش من باخه واكل؟ واش كتحكم فيكم حتى لهاد الدرجه؟ شد بنتك عندك، شد بنتك عندك، علاش بنتك ما بقاتش تبان معاك انت في الفيديوهات تتبان معاها هي؟ اشنو هو المشكل؟ علاش؟ شنو هو السبب؟ السبب كتسعى بيها، السبب هي كتحكم فيكم، دايره بان حاكم، علاش هي دايره بان دايره السكر سبه، السكر دايره السبه باش تطيح وتكرشخ وتقول لكم طلعتوا لي السكر او طيحتوا لي السكر. ما حشمتي ما رايتي اللي كتقولي للبنيه فين مشات ماما وتاكدي عليها وتغار نقي حداها، وانا حاطه البنيه في حجرك تتسعاي تطلبي بيها، تطلبي بديك البنت، خص الجمعيات يتدخلوا فيك، خص الجمعيات يتدخلوا فيك، الجمعيات خصهم يتدخلوا فيك. انت غلبتي على داك راجل نسيبك، غالبه عليه لان ما تيهضرش، غالبه عليه تتحكمي فيه، فكلوا البنت، البنت محيدها له تطلبي بها وتسعاي بها، ومشات للحمام وقالوا ليها وبكاو عليها وبكاو، يا كاين الناس بكاو، غير الناس بكاو، انت على من تتبكي؟ انت تتبكي على السوبر شاط اين لون؟ انت كتبكي على السوبر شاط فين لون جاي؟ انت والله ما همك بنتك، والله ما همك لا ولادهم ولا بزهم، ما هم منك ولا مسوقه لهم. يقولي لي بغيت نعرفك، تضحكي على عباد الله، كتشدي من عند عباد الله، انت كتصرفي على بنتك في الحبس، انت كتصرفي عليها كتدي ليها الفلوس،
دخلنا عليك بالله، واش انتي بنتك كتصرفي عليها؟ اه انتي كتصرفي على نسي على الاخر حياني، والله لا عطيتيهم الدرهم وما تعطيهم الربع دريال صفرا ما تعطيهالهمش. هذاك كيدي مرتو وهذه كتدي راجلها شي حاجه قليله، شي حاجه قليله. انت والله الربع دريال الصفرا ما تطلقيهاش، انت غتعطيهم تي البنكة عمرت بالفلوس. هذه ملي تشدت بنتك، شدت بنتك عمرتي البنكة على 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 ظهر هذيك البنيه، على ظهر ديك البنيه، وتنوح الناس نطايقينك انا بعدا، وتباتي تحرمتي تما لا طيقتك. عارفاك عارفه تحرميات اللي فيك، عارفه تحرميات اللي فيك. خلي هذوك اللي كيتعاطفوا معاك وكيصيفطوا لك ويسحب لهم راكي بصح، انت هي مسكينه محايره مع دوك اللي في السجن، كيسحب لهم بصح تيقوك. علاش بنتك منوضاها معاك؟ بنتك 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 اللي ساكنه في الدار تخوتها المصوره، علاش منوضاها معاك وما تجيش لعندك وما تتهضرش معاك؟ ها قولي تا هذيك دوب، قولي تا هذه ما كايناش. يلا خرجي قولي علاش بنتك منوضاها معاك، وعلاش بنتك ما بقاتش كتجي لعندك. خرجي قولي، خرجي لو كنتي كنتي ما كتكذبيش كلشي تتقولي، وخرجي وقولي للمتتبعين علاش، اشنو هو السبب اللي ما تتهضرش معاك بنتك حتى في التليفون؟ ها خرجي قولي صحاب القنوات كذبوا، كنجيبوا لك فقاع داكشي اللي عندك فقاع الخابيه، وطيري وتنزلي، طيري وتنزلي، كلشي تيوصل بالتفاصيل. سمعتيني؟ وسيري بعدي من ديك البنيه. انا كناشد خوتي العزاز، بارطاجيو هذا الفيديو وديروا اللايكات الا هي عزت عليكم ديك البنيه. ديك البنيه غير كتطلب بيها وكتسعى بيها وكتحرضها، والا بقات عندها غادي تخرج من ديك ما تجي فين تخرج منها، تتكون البنيه ما نعرف شنو 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 تعلمت منها. طلقي من البنت وخلي البنت مع باها، وبعدي من البنت. انت ما موالفاش شدي البز، ياك انت كنتي عندهم وهربتي قلتي البز يحرق لك راسك، قلتي البز كيحرق لي راسي وكيعصبني وكيدير لي. شنو الهدف ديالك؟ الهدف ديالك حنا عارفينه، علاش انت شاده ديك البنيه وفكها لباها؟ حنا عارفين الهدف ديالك، الهدف ديالك المتتبعين حطوه لك في السطال، واللي جاي طلعوا عاقوا بكلشي خرج من عندك. والدليل خوتي سيروا شوفوا خرجوا من عندك حيت عرفوك ديال بنتك. شنو وليتي شنو بغيتي انت ديري ملي شفتي قضيه حماضت شاده البنت وتتقولي لهم انا ديتها للحمام، انا كندوش لها كل نهار، انا كنديها للكوافوره. البنت قد الكوافوره، البنت قد الكوافوره باش انت تديها تصاوبي لها شعرها. ها يلا قولي لينا، عاودي لينا اشنو السبب، اشنو هو السبب باش انت تشدي ديك البنت ديال الكوافوره كل نهار وتدوشي ليها كل نهار؟ اشنو عندك الهدف؟ هذه كلها محنة، هذه كلها محنة فيك. الا لا بعدا انا قسما بالله الا تبقى غير تنتسغرب، انا غير تبقى غير تنتسغرب. خوتي حد الفيديو وهذا، شكرا لكم، تحيه لكم من القلب داخل الوطن خارج ارض الوطن. الناس اللي شافوا الكلام ديالي صحيح كنتمنى اللي تفرج يعطينا لايك، وخليوا التعاليق ديالكم، والهضره اللي قلت لكم صحيحه خوتي، ما فيهاش غرام غلط او شي كلمه اللي هي غلطه. وانتوما هانتوما كتفرجوا حلوا وعرفوا خوتي واش كلامي صحيح ولا ماشي صحيح. ما عندهاش الغرض بالبنت، ما تتحنش هي على البنت، ما تتحنش عليها وما شدهاش من المحنه، فكها لخالتها وفكها لباها باش يتعاطفوا مع الناس وباش تسعى بها وباش تدخل بها. مازال ما شبعتش، ما شبعتش. وهذا هو واحد الفيديو، وشكرا لكم والتحيه لكم، وسمحوا لي خوتي الاعزاء الله يسهل عليكم. ما تنساوناش من اللايكات والتعاليق ديالكم، واللي ما مابونيش يتابونا وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد. وشكرا لكم اخوتي.